ملاكم مسلم احتل المرتبة الثالثة في محركات البحث بعد ترامب والملكة إليزابيث. هاجم ما اعتبره فساد الأفكار النسوية والليبرالية وإيديولوجية الجماعات الداعمة للمثليين السائدة في الغرب والمعروفة بمجتمع الميم. سلط الضوء على أزمة الرجال في العالم الحديث مقابل امتيازات المرأة. وصلت مقاطعه إلى 11.6 مليار مشاهدة، وتجاوز عدد متابعيه 9 ملايين. فمن هو الرجل الذي أطلق عليه الغرب لقب ملك الذكورية السامة ولفقت له تهم الاتجار بالبشر والاغتصاب وهدد بالتصفية والقتل؟ أندرو تيت. ولد أندرو تيت في واشنطن يوم 14 من ديسمبر كانون الأول عام 1986 لأب من أصول أفريقية وهو إيموري تيت الذي كان محترفاً للعبة الشطرنج. نشأ أندرو تيت في لوتون بإنجلترا وبدأ حياته كلاعب للشطرنج على خطى والده في سن مبكرة، وتحديداً منذ أن كان في 5 من عمره. الملاكم المليونير. في 2005 عندما بلغ 19 عاماً بدأ أندرو تيت في ممارسة الملاكمة والفنون القتالية المختلطة قبل أن يتم تصنيفه كسابع أفضل منافس في الوزن الخفيف في إنجلترا عام 2008، ثم حصد لقبه الأول في عام 2009. واصل أندرو تيت تألقه في السنوات التالية حتى تم تصنيفه كثاني أفضل ملاكم في الوزن الخفيف في العام 2012، ثم توج بطلاً للعالم للمرة الثانية في تاريخه في عام 2013، ليصنف بالرياضي الشاب الناجح والغني الذي حيزت له كنوز الدنيا حسب تعبيره. ضربات قاضية لمنظومات غربية. بعد التتويج الثاني ببطولة كأس العالم اعتزل أندرو تيت الملاكمة بعد أن خاض 19 نزالاً، فاز في 17 منها بالضربة القاضية، ليتحول بعد ذلك إلى ناشط بشكل دائم على مواقع التواصل الاجتماعي ورجلاً مثيراً للجدل بآرائه وأفكاره. As you grow older, if you don't have a bunch of children, your later years are filled with deaths as opposed to being filled with births and life. I think if you don't have a family, yeah, you don't have children. وجهت ضربات موجعة للمصفوفة الغربية التي تنضوي تحتها الحركات النسوية المتطرفة. فقد هاجم الشذوذ والتيارات النسوية الراديكالية وقانون الإجهاض وقارع الفكرة الإلحادية والمادية الغربية، ما جعله يكتسب شهرة حقيقية، إذ حظيت مقاطعه بمشاهدات عالية تجاوزت 11 مليار مشاهدة وملايين المتابعين على جميع منصاته في مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة طرحه الجريء لقضايا محورية شكل فيها حرفياً خروجاً عن القطيع الغربي قبل أن يتم حظر حساباته بتهم كثيرة أبرزها كراهية النساء. لقب ملك الذكورية السامة. النساء ملك للرجال. النساء يتحملن جزءاً من المسؤولية حين يغتصبن. كان هذان التصريحان كفيلان بأن يشعلا غضب الإعلام الغربي الليبرالي ضد المؤثر أندرو تيت ووصفه بمعاداة النساء وتسويق خطاب الكراهية ضدهن، إذ اعتبرت الحركات النسوية كلماته تهجماً واضحاً على النساء وإعلاناً صريحاً لكراهيتهن. غير أن أندرو تيت رد على هذه المزاعم بكونها اجتزاءات من سياق كلامه العام ولياً للمعاني التي قصدها، إذ كان الرجل في لقاءات صحفية يتحدث عن انتماء النساء تاريخياً لأزواجهن ضمن الشكل التقليدي للأسرة المسيحية، حيث كانت تنتقل النساء من حماية الأب إلى حماية الزوج، فيصبح هو المسؤول عن رعايا المرأة وليس الملكية بمعناها الحرفي. كما اعترض على تحميل الرجال ذنب الاغتصاب وإلقاء اللوم عليهم، بينما تغض القوانين الغربية المصممة لحماية النساء الطرف عن مسؤولية النساء في ذلك بتعاملهن مع الرجال الأغراب وإقامة العلاقات غير الشرعية. مظلومية الرجال في الغرب. في كل مقابلاته الإعلامية ظهرت ذكاء وحدة وفكاهة في طرح أفكاره، وهو ما فسر التفاف الكثير من الرجال حول كاريزمته وخلف ذعرا لدى معارضيه.
استطاع تيت أن يسلط الضوء على وضعية الذكور في عصر ما بعد الصناعة، ولفت إلى مشكلات تحترضهم ومظلومية تسيطر على مناخ الحياة الاجتماعية والحقوقية بحق الرجل. فقد وضع يده على جرح الرجال الغربيين من أبناء بيئته الذين يشعرون باضطهاد ممنهج شارك فيه اليسار المتمركز حول المرأة وبعض صناع السياسات. والأهم أن قطاعاً أوسع من الذكور بدأ يشعر بأنه غير مرئي ويفتقد للاعتراف بمشكلاته التي تراكمت في السياق الأمريكي والغربي. ففي الولايات المتحدة تشير الإحصاءات إلى أن الرجال منذ عام 2000 أصبحوا أقل حظاً في التخرج من المدارس والجامعات مقارنة بنظرائهم من النساء، كما تقلصت حصتهم من القوة العاملة وصاروا يشكلون نحو ثلثي نسب المنتحرين نتيجة اليأس. دعم حظر الشواذ في مونديال قطر، إحدى المعارك الكبرى التي فرضت على قطر وخرجت منها منتصرة، ولم يكن انتصارها ذاتياً لها بل للعالم الإسلامي كله. هي معركة حمل شارة المثليين أثناء المباريات كنوع من التضامن معهم، وهو ما أصبح ظاهرة في البطولات الأوروبية مؤخراً، حيث أعلنت قطر أنها ترحب بالجميع على أرضها ولكنها ترفض المظاهر المنافية للأخلاق من المثليين أو غيرهم. دعم أندرو تيت من خلال مقطع مصور قرار الحظر مؤكداً أنه القرار الصائب، ووجه رسالة للزوار الغربيين بضرورة احترام خصوصية قطر وتقاليدها وعدم التعامل باستعلاء وفوقية الرجل الأبيض الذي يريد فرض نظرياته وقناعاته على الآخرين بحجة حقوق الإنسان. الإسلام آخر دين حقيقي على هذا الكوكب. لم يشكل اعتناق أندرو تيت الإسلام مفاجأة كبيرة لمتابعيه، فإعجابه بالدين الإسلامي بدأ واضحاً طوال السنوات الأخيرة من ظهوره الإعلامي، خاصة فيما يتعلق بالتشريع الإسلامي لحقوق المرأة ومكانتها في المجتمع المسلم التي بدت منطقية ومقبولة لدى تيت، إضافة لحدود الحلال والحرام الذي اعتبره ميزاناً للاعتدال بين الماديات والروحانيات، مبدياً إعجابه بنمط العيش الإسلامي الذي يقوم على تقديس الأسرة المكونة من ذكر وأنثى. وقد صرح تيت مراراً أن الإيمان بالله دفعه بعد سنوات من الإلحاد إلى إدراك شر كبير تصنعه قوى خفية تريد جر الإنسانية إلى طريق لا عودة. أظهر أندرو تيت في حواراته بعد اعتناقه الإسلام تشديداً على أن الإسلام هو آخر دين حق على وجه الأرض والأكثر منطقية وقرباً من القلب، داعياً متابعيه إلى التقرب إلى الله حيث سيجدون السعادة التي ستسد الفراغ الروحي والنفسي. الاعتقال والتهديد بالتصفية، وهو يدك قلاع الملحدين والمثليين والنسويات ويكشف لمتابعيه غسيل الأدمغة الذي تقوم به حكومات ومؤسسات عالمية لتخدير الشعوب وإبقائها أسيرة للمادة والشهوات. أكد أندرو تيت مراراً أنه يتعرض للتهديدات بالقتل ما لم يلزم الصمت ويكف عن فضح خبايا السياسات العالمية. وجرت إحدى محاولات إسكاته حين ألقت الشرطة الرومانية القبض عليه وعلى شقيقه ولفقت لهم تهم الاتجار بالبشر والاغتصاب، ومن ثم تم الإفراج عنهما بضمان الإقامة الجبرية. هل تعرفون شخصيات شهيرة أخرى ساهمت في فتح ممارسات الغرب المنافية للفطرة البشرية؟